بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثانية مساء الخير لكل من يتابعنا عبر صفحة البث المباشر لراديو حياة وتلفزيون المدينة، وسيكون أيضا على إذاعة شباب. هذا المؤتمر الموهبة بين التنمية والنجاح، كان معنا عديد المتحدثين والخبراء في مجال تنمية المواهب للكبار وللصغار، والحديث حول هذا الموضوع من ناحية علمية ومن ناحية تطبيقية. هذا المؤتمر مستمعينا ومتابعينا وكل من يكون أو كان معنا وسيبقى إن شاء الله معنا من المؤتمرات المميزة التي تحاول جاهدة أن تسبر أغوار الموهبة في فلسطين، وكيف يمكن النهوض بالموهوبين كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا. لذلك لابد من التذكير من جديد بأن هذا مؤتمر الموهبة بين التنمية والنجاح. هناك مجموعة جيدة وممتازة من الجهات الراعية والداعمة لنا، هناك شركة أو سلسلة محلات بنز حمان، وكذلك شركة سنقرط للتجارة والاستثمار سليمان سنقرط، ونحن بدعم ومشاركة من مؤسسة تنمية قدرات الشباب التركية جانجيك، وأيضا من منصة اي تيتشر التعليمية. هذه المنصة التي كما ذكرنا ونذكر هي من أفضل المنصات التعليمية على مستوى العالم العربي، وهذا نفخر به كثيرا. وأيضا هذا المؤتمر بتنظيم من شركة أو من مؤسسة المحترف للتدريب والاستشارات دكتور محمد بشارات، وأيضا منصة هابي للموهوبين وذوي الهمم، وكل الاحترام والتقدير لهم. ضيفتي أو الضيفة العزيزة التالية، وحديث بالغ الأهمية حول أهمية الرعاية العاطفية في بناء المواهب، التربية العاطفية، هذا مصطلح أو الرعاية العاطفية، ستكون معنا السيدة أماني عتيلي، وهي مدرب معتمد في شركة بيرسون العالمية، ومدرب معتمد في الذكاء العاطفي للمعلمين، وأيضا مدرب معتمد لتطبيق برنامج أصدقاء لبيب، ومنسق إقليمي لمنظمة أصدقاء لبيب في العالم وتطوير المهارات الانفعالية والاجتماعية عند الأطفال وأصدقاء لبيب في الأردن، ومؤسس ومديرة شركة أمنيات للتدريب الأردن، وهي شركة غير ربحية. مساء الورد والياسمين ستماني. مساء الورد للجميع، أنا مبسوطة كثير وسعيدة جدا بانضمامي لكم من عمان، يعني عمان الأرواح في القلب. معكم. الله يرضى عليكم. لا طبعا هي كلها شاكر كانت تلفزيون الأردن يا بثة صح؟ أنا أهلا بك شاكر أستاذة جدا أماني، شرفتينا للاختراق. وفخورين جدا فيك الخبيرة التربوية بصراحة، بالعكس، يعني مرة ثانية وجودك هو إضافة نوعية لهذا المؤتمر أستاذة أماني. تسلم يا دكتور محمد، الله هذا يسعدك. يعني معك من مثل ما بقولوها المايك من 7 دقائق إلى 8 دقائق ونص. حتى نطرح لا عليك أيضا أنا ضبطت السرعة على 10 دقائق، ما إلي علاقة. خلينا نعمل شير سكرين. سامر تمام. بدي أقص منك دقيقة ونص. تفضل أستاذة أماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تفضل. خليني أبدأ. بسم الله. أنت سمعتينا صح؟ أنا سامعكم. يلا تفضل. بتحضر حالنا للبوربوينت. تفضل. بسم الله نبدأ. يعني سبحان الله، المقدمات والكلام اللي تفضلوا فيه الأخوة الخبراء اللي أنا سعيد جدا بانضمامي إلهم اليوم، رح يعني أطرح بعض القضايا اللي هم نفسهم ذكروا فيها موضوع الانفعال والمشاعر وأثره في موضوع تنمية الموهوب وتدريبه. إحنا اليوم يعني نتكلم عن الموهوبين، وما رح أعيد اللي قالوا الإخوة والأخوات، لكن أنا بحب أقول شغلة بسيطة، إنه مش الموهوبين المقصود فيهم فقط هم الناس المتفوقين أكاديمياً، لأنه للأسف الشديد كتير أحياناً إحنا من بيقتصر فهمنا للموهوب على درجاته عالية وعلى المتفوق أكاديمياً. بحب نستعرض تعريف دكتورة نادية هايل السرور على أنها سمات معقدة تؤهل الفرد الإنجاز المرتفع في بعض المهارات والوظائف، ودائماً بحب أرجع للكلمة لغة، الموهوب من وهبة، ومن هون بيجي عندنا المعنى اللي أنا حابة أركز عليه اليوم، إنه الموهوب هو ذلك الفرد الذي يملك استعداداً فطرياً وتصقل البيئة الملائمة، فهو عنده استعداد فطري والبيئة تساعد في صقل هذه الموهبة، لذا تظهر الموهبة في الغالب في مجال محدد زي الموسيقى أو الشعر أو الرسم أو غيره، أو حتى أحياناً التفوق الأكاديمي.
ليش رعاية الموهوبين؟ للأسف الشديد الموهوبين، وطبعا مش للأسف، لكن الموهوبين هم ثروة طبيعية، وللأسف كثير من الموهوبين اللي موجودين في مجتمعاتنا العربية لا تسنح لهم الفرصة في أنهم هم يشاركوا في بناء مجتمعاتهم، يشاركوا في إظهار مواهبهم، يشاركوا في أنهم يكونوا بيشتغلوا بأفضل قدرة ممكنة لهم. ليش؟ لأنه ما بيتم اكتشافهم زي ما تفضلوا الإخوة الخبراء سابقاً في الحديث. فالموهوبين مهمين لأنه ممكن جداً هدول الموهوبين يحلوا مشاكل المجتمع اللي هم عايشين فيه، يبنوا حضارة وثقافة هذا المجتمع. وبرجع وبأكد، لما بنتكلم عن الموهوبين احنا ما بنتكلم فقط عن المتميزين او المتفوقين اكاديميا. الموهوب هو انسان، والانسان الله سبحانه وتعالى خلقه وهو له جوانب، له الجانب العقلي وله غذائه وله خلينا نقول المهارات اللي بتظهر القوة العقلية، الجسم، والجسم له غذاء أيضا وتمارينه الرياضية والطرق العناية فيه، له روح كذلك، وله الجانب الاجتماعي وله الجانب الانفعالي. وإحنا اليوم رح نركز على هذا الجانب الانفعالي. بالجانب الانفعالي إحنا بنقصد فيه قدرة الإنسان على أنه يفهم انفعالاته، يفهم مشاعره، يفهم أنماط انفعالاته وكيف تتدخل في سلوكه. يعني بده يتعامل مع هاي الانفعالات وهاي المشاعر على أنها داتا أو على أنها بيانات بده يستخدمها بطريقة صحيحة. والدكتورة سائدة تكلمت عن نظرية غاردنر، وطبعا أكيد الإخوة المشاركين معنا لأنه أتوقع أنه خلفياتهم تربوية يمكن الكل سمع أنه هناك ذكاء اسمه الذكاء الانفعالي اللي هو موجود عند كل البشر، لكن للأسف الشديد قديش تم تطوير وقديش تم بناء هذه القدرات عند الأفراد من صغرهم، هون الأمور للأسف بتكون ضعيفة. فالجانب الانفعالي هو واحد من الجوانب لأي فرد، لأي إنسان لابد أن نهتم به. وللأسف في مدارسنا، في مؤسساتنا التعليمية، في أسرنا، نحن بنهتم بالجوانب الأخرى، نهتم كتير في الجانب العقلي والدرجات والعلامات وأي مدارس بدهم يدخلوا أولادنا والمناهج ومهارات التفكير وغيره، نهتم بأجسامهم وغذائهم لبسهم. يمكن الثلاث قطاعات هذه هي الأقل اهتماما، الروحي والأخلاقي وعلاقته بربه، بعلاقته بدينه، علاقته بالآخرين، كيف هو قادر على أنه ينشئ هاي العلاقات، العلاقات الصحية اللي تعمل على ازدهاره وأن يعيش أفضل حياة ممكنة. وطبعاً وعشان هيك احنا دائماً نربط الجانب الانفعالي والاجتماعي مع بعض. الطلبة الموهوبين لهم حاجات خاصة. ليه؟ لأنه هم صحيح بتشابهوا مع أقرانهم العاديين، إلا إنه هم كمان يعني خلينا نقول لهم إضافات في حاجات معينة، منها مثلا بحاجة دائما هو إلى المزيد من الإنجاز. ليش؟ لأنه عندهم قدرات عالية، عندهم دافعية عالية، هم بحاجة للمزيد من تقدير الآخرين لهم. ليه؟ لأنهم هم بيشعروا إنهم هم مختلفين، هم موهوبين، هم عندهم قدرات قد تفوق بعض المهارات والقدرات عند الآخرين، وبالتالي هم بحاجة لتقدير الآخرين، يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام والتوجيه، وإن لم يحصلوا عليه سيشعروا بالإهمال، وسواء كان هذا الكلام في الأسرة أو في المدرسة أو حتى في مكان العمل زي ما تفضلت الدكتورة صوفيا. أيضا هم بحاجة إلى برامج دراسية خاصة في أي ناحية، في أي منهاج أو في أي مهارة هم بيتقنوها، لأنه للأسف الشديد الموهوب في الأغلب هو يشعر بالملل والضجر إذا ما تناول ما يتناول الأقران العاديين. هم بحاجة أيضا إلى نشاطات منهجية ولا منهجية، لأنه له ميول وله رغبات يجب أن تشبع، كما أنه بحاجة إلى الاندماج الاجتماعي مع الأصدقاء. ورح نشوف كمان شوي كيف أنه هاي الحاجات عدم تلبيتها
للأسف الشديد ممكن أنه يعمل مشاكل عند الموهوب تحد من قدرته على إبراز موهبته. أهم خصائص انفعالية عند الموهوب هو أنه حساس، حساس بطريقة كبيرة سواء لمشاعره أو لمشاعر الآخرين. عنده نوع من الميول للمثالية، دائما يحب أن يكون عمله منجز بطريقة مثالية. في عنده نوع من القدرة على التحكم والضبط الداخلي. النضج الأخلاقي عنده مبكر، عنده المرح والدعابة. اسمحوا لي أنا يمكن شوية حسرع قليلا عشان نستفيد من العشر دقائق. مين اللي بيقدم الدعم الانفعالي والاجتماعي للموهوب؟ الأسرة، مؤسسات التعليم سواء كانت المدرسة أو الجامعة والمجتمع بشكل عام. الأسرة بتقدم نوعين من الدعم، بيئة مادية للتطوير والدعم النفسي والاجتماعي. البيئة المادية يمكن ما رح نتكلم فيها، رح نتركها لأكيد أخوة رح يتكلموا فيها بعدي. قديش الأسرة ممكن، وعلى فكرة إحنا ما بنتكلم عن بيئة مادية بدها تكون مكلفة، لا، أحياناً البيئة المادية اللي ممكن نوفرها للموهوب قد تكون من حياته البسيطة والعادية، مش لازم يكون في شيء فوق العادي أو مكلف عشان نقدر إنه نساعده على اكتشاف هذه الموهبة. المهم جداً في الأسرة هو موضوع الدعم النفسي والاجتماعي. الموهوب مختلف، إذا لم أساعد الموهوب على تقبل هذا الاختلاف، على النظرة الذاتية الإيجابية لنفسه، هو إنسان حساس وبالتالي هو بحاجة إلى الاهتمام والدفء. بالتالي الآباء والأمهات لازم يكون عندهم معلومات ومهارات زي ما قال الدكتور طالب للكشف عن موهبة الأبناء. لازم كمان يكونوا عارفين كيف ينشئوا الأبناء الموهوبين، مش أنا بس ابني موهوب ومش عارف شو بدي أعمل معاه. الإشباع الحاجات النفسية للأبناء هذا شيء جدا مهم. الابن الموهوب حساس مثالي، كلمة مثالي هذه خلينا نقف عندها قليلا، لأنه مثالي هو يشعر بالقلق ويشعر بالتوتر إذا لم تأتي الأمور كما يريد. وهون إذا ما كان عنده قدرة على أنه يعبر عن هاي الانفعالات، ما كان عنده قدرة على أنه يدير هاي الانفعالات، فسيشعر بالإحباط. إذا هذه المشاعر، مثلا الدكتورة صوفيا أو تكلمت عن التدريب، عملية التدريب عملية بدها نوع من التصميم، عملية بدها نوع من الإعادة. إذا وهذا كله بصاحبه الملل، بصاحبه الإحباط، فإذا ما كان عنده الموهوب مرونة نفسية يقدر إنه هو يتغلب على هذه الانفعالات بين قوسين السلبية ويتعامل معها، يتعامل مع الصعوبات اليومية، سيشعر للأسف بالإحباط. كتير أحيان الأهالي بيكونوا هم سبب في الوضع النفسي الخطأ للموهوب. ليه؟ من خلال إنهم هم بدهم إياه ينجز أكتر، متوقعين منه أكتر، بالتالي هناك ضغط بمارسوه، ضغط نفسي على هذا الموهوب، وهو بيكون شاعر بهذا الضغط وعارف قديش الأم والأب بتوقعوا منه، فهذا كله بيعطيه نوع من القلق والتوتر في التعامل مع مدرسته أو موهبته. في المدرسة المعلم مطلوب منه أنه يدعم الموهوب، الأقران، البيئة المدرسية والمرشد. وحضراتكم تكلمتوا أنه للأسف الشديد معلمينا غير مدربين على اكتشاف الموهوبين. في الأغلب إحنا كلنا يمكن عشنا في المدارس، في الأغلب الهم أو خليني أقول الجهد في المدرسة بيروح للطلاب اللي هم تحت المتوسط، اللي هم قد يراعوا يعاني من تراجع أكاديمي. فبتلاقي المعلم جهده منصب على تحسين الوضع الأكاديمي لهؤلاء، بينما الطالب الموهوب لا تقدر موهبته، لا تكتشف موهبته، وقد يتخرج من المدرسة وما حدش بيعرف أنه بيكتب شعر، أو أنه بتتخرج الطالب من المدرسة وما حدش بيعرف أنه هي قادرة على أنها تبتكر
مثلا أنماط معينة من البرمجة أو فللأسف تمضي السنوات والمعلمين مش عارفين إيش هي المواهب اللي عند طلابهم. فالمعلمين يجب أن يتدربوا، يجب أن يكون هناك معلمين خاصين بالموهوبين، وأنا بتوقع إنه الطالب المبدع بحاجة إلى معلم مبدع لتعليمه. بالإضافة إنه للأسف الشديد مدارسنا بشكل عام، ليست فقط مدارس الموهوبين، لا تراعي الجانب الانفعالي والاجتماعي، وأهم ما في ذلك والعلاقة الإيجابية بين المعلم والطالب، علاقة الثقة، علاقة الاحترام، أن يشعر الطالب أو الموهوب بشكل عام أنه المعلم يؤمن بقدراته. هذه أمور نفسية تنعكس على الموهوب، إما إحباطاً للأسف وإما تشجعاً وإنه إلى الأمام. الأقران للأسف الشديد هناك بعض الموهوبين مستعدين إنهم يتنازلوا عن موهبتهم لينضموا إلى الأقران، لأنه هناك حاجة اجتماعية، حاجة انفعالية للانتماء إلى المجموعة. فإذا كانوا الأقران مش متفهمين لوضع الموهوب، رح يكون في بولينج أو رح يكون في نوع من العنف اللفظي باتجاهه، السخرية. وعشان الموهوب ينضم للأقران وما يواجه هذه المواقف الصعبة قد يتنازل عن موهبته. فعشان هيك لازم يكون في نوع من البناء الانفعالي والتطوير الانفعالي علشان هو يقدر أنه يواجه مثل هذه المواقف. البيئة المدرسية الغنية، البيئة المدرسية الداعمة بأشخاصها أو ببيئتها المادية. وهنا سأقف قليلاً عند المرشد. المرشد للأسف الشديد، المرشد الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي له دور كبير جداً يلعب مع الموهوبين. ممكن لاحظت على الفيسبوك أنه في أخت أو أخ كاتب أنه ليش ما في تخصص موهبة؟ الأصل صحيح أنه مفروض يكون في على الأقل عند الأخصائي الاجتماعي نوع من الفهم لخصائص الموهوبين، لأنه هو بتوقع رح يكون المنارة للمعلمين، هو ممكن يساعدهم. وبالإضافة إنه المرشد رح يكون حلقة وصل رائعة بين الأسرة وبين المدرسة. يمكن خليني شوي بس أمشي عن بعض المشكلات اللي بيعانوها الموهوبين في المدارس، وهي لها علاقة بمهاراتهم الانفعالية والاجتماعية، العزلة الاجتماعية، ضغط الأقران. أستاذ أماني بدقيقة ونص بعد إذنك عشان الوقت، بعد إذنك دقيقة ونص بقية. نعم طيب تمام. للأسف التوقعات العالية والقلق والتوتر اللي ممكن يصيبهم. المدرسة لابد إنها تهتم كما تهتم بالبرامج الأكاديمية والمناهج الموجهة للموهوبين، يجب أن تهتم بدعمهم نفسيا وانفعاليا ليكونوا قادرين على يعني خلينا نقول في مرونة نفسية عندهم، قادرين على أنهم يتخطوا كل الإحباطات، كل الخوف أحيانا والقلق اللي ممكن يواجهوا. المجتمع أيضا مطالب برعاية الموهوبين، زي ما بقول كولر الابتكار مثل الصوت لا يوجد في الفراغ. بالتالي إذا بس خليني أرد بشغلة بسيطة، إنه مش دائما الحكومات والوزارات والجامعات هي من تبدأ الاهتمام. في العالم الغربي من بدأ بالاهتمام هي المؤسسات المجتمع المدني، ولما بتكون مؤسسات المجتمع المدني والشركات في القطاع الخاص فعلا مهتمة بالموهوبين سيصل صوتها إلى الحكومات والوزارات وتبدأ هي بالاهتمام. بدي بس آخر شيء أتكلم عن الطلبة الموهوبون من ذوي الإعاقة. هدول لهم تصنيف مزدوج، بنقول إنه هدول أرقى جسدية أو أحيانا من صعوبات التعلم زي التشتت أو غيره، لكن هذا لا يعني إنهم غير موهوبين. الواقع مليء بالأمثلة اللي بتقولنا إنه الموهوبين عندهم إعاقات. فالموهبة أبدا لا تتعارض مع الإعاقة، والواقع بيشير إنه تدني القدرات في مجال لا يعني أبدا انخفاض الأداء في بقية المجالات. ف للأسف الشديد الفئة المعاقين هي أصلاً فئة مهمشة، فما بالك بالمعاق الموهوب. النظرة إلى الذات متدنية، القلق، الخوف، الإحباط، كلها هذه عبارة عن انفعالات للأسف سلبية
الموهوب المعاق بيعاني منها. توصياتنا انه تكون في مدارس خاصه للموهوبين، سواء حتى مش قبل مش المرحله الابتدائيه، حتى في مرحله الروضه، لاهميه مرحله الروضه لازم يكون في تكافل بين الاسره والمدرسه، لازم يكون في تنميع من البرامج والانشطه، لازم يكون في معاهد متخصصه. اذا كنا فعلا مجتمعات نريد لهؤلاء الموهوبين، هذا وجود هاي الامور كلياتها هو اللي راح يدفع الموهوب انفعاليا. واخر شغله بدي اختم فيها، انه كل سلوكاتنا، كل تفكيرنا يجب ان نعلم بالفعل بالبحث العلمي ان ادمغتنا تعمل من خلال الانفعالات والمشاعر. القلق لا يفكر، الغاضب لا يتعلم، المتوتر لن يبدع ويبتكر. ليه؟ لأنه الاستقرار النفسي والاستقرار العاطفي والانفعالي هو مولد الإبداع. وبتمنى إن شاء الله إني ما أكون طولت عليك. أنا من ختام كلمتك أستاذة أماني، وأنت خبيرة تربوية، بدي أخذ السؤال اللي هو موجود أكثر من سؤال على صفحة الفيسبوك. أهمية الصحة النفسية لدى الموهوب تحديداً في تنمية تلك الموهبة، وإحنا نتحدث عن صحة نفسية، نتحدث عن كثير من الجوانب، لكن أهميتها هاي الصحة النفسية وانعكاسها على استمرار الموهبة لدى الموهوب. وأنا هون سؤالي، دور الأهل في موضوع الصحة النفسية للموهوبين كم هي ضرورية؟ هاي الصحة النفسية كما تفضلتي ممكن تأثر تأثير غير عادي على أبنائنا الموهوبين. تفضل. جميل. هلا احنا لما بنعرف الصحة النفسية بنقول هي حالة من الرفاه او حالة من الصحة تسمح للإنسان بأن يعيش حياته بأفضل طريقة ممكنة. لفكرة أفضل طريقة ممكنة، زي ما قلت لك في البداية، احنا دائما بنفكر بالعلامات وبالدرجات وبجسمه، انه ما بيمرضش ومش ما عنده إعاقات وكل هذا الكلام، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه الصحة النفسية بالذات أو قدرتنا على فهم انفعالاتنا والتعامل معها جزء كبير مهم في استمرارنا في تطويرنا لهاي الموهبة. يعني ما أعطيك مثال، الشعراء على سبيل المثال، الرسامين على سبيل المثال، إيش اللي بيقف وراء رسوماتهم؟ إيش اللي بيقف وراء رواياتهم؟ إيش اللي بيقف وراء قصائدهم؟ غير الحالة الانفعالية. إذن الحالة الانفعالية ليست غضب وقلق، لا، هي نوع من الوضع العاطفي العام اللي بيأجج هاي الموهبة أو يقف في طريقها. فإذا كان الإنسان صحته الانفعالية، تعامله مع مشاعره مش واضح، بالتالي للأسف الشديد هذا رح يعطل هاي الموهبة. دور الأهل في هذا الموضوع دور كتير مهم. يمكن أنت بتعرف دكتور محمد أنه للأسف الشديد إحنا بدنا نتعلم من أول أو جديد هذا الموضوع بالذات. يجب أن نفهم أنه أبنائنا مهما صغر سنهم أو السنة والسنتين والثلاث سنين هو إنسان كامل. ولما بقول إنسان كامل أنا بتكلم عن كل جوانبه. فزي ما أنا بدي أطعميه وأشربه وأخلي جسمه يكون صحي في مقابل المرض، أنا كمان بدي أساعده على أنه يفهم انفعالاته، أساعده أنه يفهم هو ليش بيغضب، طب لما بيغضب إيش بده يعمل. ليه؟ لأنه هذا كله رح ينعكس على علاقاته، رح ينعكس على أدائه، رح ينعكس على موهبته وقدرته على أنه فعلا يطورها ويستفيد منها أو لا. أنا بدي أسألك سؤال أخير، اسمحي لي أنه أنا بدي أستثمر وجودك وإن كان الوقت داهمني، لكن لازم أسأل هذا السؤال. يونس رياض على الفيسبوك بقول: أذكر جيدا أنني في الصف التاسع كان هناك مسابقة في العلوم العامة في جزئية فيزياء الكهرباء الكلاسيكية، كانت موهبة عظيمة أنا كنت أملكها، ونظرا أنني ما كنت الأول على الصف رفض الأستاذ ترشيحي. الأمر الملفت أنه الطالب اللي تقدم ما حصل على هذه النتيجة. دور المعلم في الحالة الانفعالية ولو بكلمتين إذا تسمحي لي أستاذ أماني، قديش مهم المعلم؟ مش بس العلامة، لأن أنت قلت مش العلامة، بكلمة أقل من 30 ثانية حتى سامر ما يعني ما يقول ليش صح خلصنا، بس ب30 ثانية دور المعلم لو سمحتي. المعلم يجب أن يفهم أولا، يجب أن يفهم ما هي القدرة الانفعالية الاجتماعية، يجب أن يفهم العلاقة الواضحة والمثبتة علمياً بين الانفعالات وعمل الدماغ، يجب أن يفهم إلى أي حد هو مطلوب منه أنه يوتر طلابه
أعطيك مثال كتير بسيط. المعلمين بكل بساطة بيقولوا لطلابهم بكرة أنا جايب لكم امتحان أصلاً ما حدا منكم رح ما يحله، ما رح حدا حيحله للأسف. أنت هيك بدل ما ترفع دافعيتهم أنت عمالك بترفع توترهم، وبالتالي عم بتحط أمامهم معيقات. هذا إذا ما قالوش أستاذ أماني وشرف شريفة ما راح واحد فيكم يحله، يعني إذا هذا لسه معروف يعني طبعا هاي الكلمات بتكون بتخطر المعنويات، نكتب منها قوائم. لكن خلينا أقول آخر كلمة، المعلم طبعاً. المعلم فهمه للموهوب، فهمه لميوله، فهمه لأنماط تفاعله مع هاي الانفعالات ضروري جدا. عشان هيك أنا قلت إنه لازم يتدربوا، لازم يكون في معلمين خاصين بالطلبة الموهوبين، لأنه مش كل معلم صراحة قادر على أنه يكشف موهوب، ينمي الموهبة ويستثمر هاي الموهبة بطريقة صحيحة. نعم. كل الاحترام لك يا سيدة أماني. شكرا لكم. سعيدين جدا بهذا الجديد في هذا المؤتمر والتركيز على الرعاية العاطفية لتنمية قدرات الموهوبين. يسعد مساكي وألف شكر. أنا آسف بس بقول إنه إحنا كلياتنا بحاجة لهذا الموضوع، ويمكن الوضع اللي إحنا منعيشه بحط لنا إضاءة مهمة كتير، إنه uncertainty أو الشعور بإنه ما في شيء مؤكد الآن. شوف قديش هذا عماله بينعكس على نفسياتنا وعلى علاقاتنا، فهذا بوقت الأردن وأهل الأردن الأعزاء الأشقاء. شكرا لكم. أهلا بيك. الآن تستطيع حضور هذه الدورة أونلاين من منزلك باستخدام الجوال أو الكمبيوتر. شاهد الدورة، طبق التمارين، تواصل مع المدرب، عش التدريب بكل حواسك. سجل الآن وابدأ بالتعلم فوراً.